احكي الموضوع من الاول. الزفت نوح قال لي اديله فلوس علشان مشروعه الجديد اشاركه فيه يعني. المهم ان انا عملت كده ومضينا عقود وكله كان تمام، فجاه بقى طلعت العقود دي كلها اوانطه. وبعدين؟ وبعدين ايه يا اشرف؟ بقول لك ابن الكلب بيضحك عليا، تقول لي وبعدين؟ عامل بس فيها شيخ وقال الله وقال الرسول، وهو ياكل مال النبي وبناته. انت لسه واخده بالك؟ بعد ما شقلبك ولبسك لبس الدور وطلعك على المسرح، انت ما ينفعكيش حد غير نوح على فكره، عشان يطلع عليك القديم والجديد ويعرفك الفرق بين عيشتك معاه وعيشتك مع جمال. لا على فكره أنا مش جايلك عشان تبكتني ولا تسمعني كلمتين. لا لازم تسمعي كلمتين. مش أنتِ رحتي صدقتيه؟ واحد دجال زي ده. طبعًا قال لك إحنا بتوع ربنا وبيضطهدونا عشان الحق معانا. مش كده؟ طب ما كان بيتسجن قدامي. بيتسجن؟ سجن إيه يا ماما؟ مفيش حد تاجر بقصص السجن والتعذيب والمعتقلات قد الكبار بتاعهم دول. وفي الآخر بيخشوا يقضوها خمس نجوم. اللي بيتنفخوا بجد هما الغلابة اللي مصدقينهم. ما سألتيش نفسك واحد زي نوح ولا الدجالين ازاي عمل الفلوس والمليارات دي كلها ازاي ويقول لك احنا متضايق علينا مصانع ومحلات وفلوس بره وجوه وحسابات بره وجوه ويقول لك مضطهدنا يا بنتي كله كذب وضحك على الدقون وبعدين انت متضايق لان ضحك عليكي هو ده مصير اي حد هيصدقه كده يا ليلى؟ مين بيكرهك للدرجة دي وعايز يموتك؟ مين؟ أي حد جواه شر وقبح وخراب يا منى، يوم بتواجهيه وتعري قصاد نفسه، تأكدي إنه مش هيفكر غير في حاجة واحدة وبس، إنه يدمرك، بس اللي أنا متأكدة منه إنه ما كانش عايز يقتلك. أنا عايز نفضل عايشة مكسورة قدامه أو بتحرك بقى عاملة زماني بقية عمري علشان يسجدني علشان يخليني عبرة لغيري علشان يحس قد إيه هو قوي وهم لأنه ما يعرفش إن الكسر بيخلق جوانا نوع من القسوة والألم تخلينا أنشف علشان نقدر نستحمله. يعني أنتِ عارفاه؟ تفرق في إيه بقى؟ اللي حصل حصل. أنتِ كنت عارفة علي جوزك، تخيلت إن كان يعمل فيك اللي عمله. جوزي؟ من يوم ما رجعت يا ليلى وأنا بسأل نفسي سؤال واحد. ولي يعمل فيا كده؟ لقيت نفسي برضو بجاوب نفسي إجابة واحدة، ليه ما عملش فيا غير كده؟ متستغربيش، اللي عمله علي معايا شوية ما يجيش حاجة جنب اللي عملته فيه من يوم ما عرفني، حتى وهو بيضربني كنت شايفة في عيني خوف كان بيصرخ من جواه مش مصدق ان هو بيعمل معايا كده علي يا ليلى شاف على ايديا ذل مفيش راجل في الدنيا ممكن يستحمله اقل حاجه كان ممكن يعملها انه يموتني انا عمري ما قلت الكلام ده بصوت عالي لحد ما اعتقدش اني هقوله تاني يمكن حتى لو فكرتيني بيه في يوم من الايام أكدبك بس هي دي الحقيقة طالما قدرنا نقولها مرة يبقى هنقدر نقولها كتير جمال فين يا ليلى؟ جمال امس ايه ساندي ايه بعد سنه يمسن ابد ايه يورجن مسن يا ساندي تشنجليون بلاس ندان ندان با
ben sana söz vermiştim. Ben anlamıyorum sen ne demek istedin. Zaten beni öldürmesini neden kabul ettin? Anlaşman bitmeden nereye? Beni istiyordun mu? Ben buna mecburdum. Gerçekten. Ben buna mecburdum. Neden beni onlara vermedin? Çünkü seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Zalat beni tehdit etti. Ailemi öldüreceğini söyledi. Ya sen? Ya ailem? Ne yapsaydım? Ne yapabilirdim? Niye bana söylemedin? Sen onlara bir şey yapamazsın ki. Sen onlara hiçbir şey yapamazsın. Bana ulaşmak için seni kullandılarım. İğnenin aynısını kendime de yaptım. Ben sana böyle bir hainlik yaparken nasıl yaşayayım? Ama ölmedim işte. Özür dilerim. Sen gerçekten bunların hiçbirini hak etmiyorsun. Hiçbirini hak etmiyorsun. Bunların hiçbirini hak etmiyorsun. Özür dilerim. Benimle gel. Benimle gel. Hastaneye gitmeliyiz. Zaman. Zaman bitti. سأعود أنفاسي إليك عتاب وكل إشارة فهل لرسالة